نذرت نذرا وقلت إذا نظرت إلى الحرام سوف أعشي مجموعة من الناس، هل هذا النذر يجوز؟ هذا ما هو بنذر، هذا ما هو بنذر، النذر يكون طاعة، طاعة لله عز وجل. نذرت لله عز وجل صدقة، نذرت لله صلاة، نذرت، نذر يكون لله، نوع من أنواع العبادة، لا يكون إلا لله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لو قال نذرت أن أتصدق على المحتاجين، أما نذرت أني أعشي فلان وفلان، هذا ما هو نذر. نعم.